السلام عليكم اخوت، انا سميتي بالرحوم مراد. جيت اليوم باش نحكي لكم واحد المشكل راه عندي مع الاخ ديالي اللي كبير عليا، عايش في الديار البلجيكيه، ودابا راه يعني تفاقمت الحوايج، تفاقمت هاد المشاكل كثر بزاف. من 2010 وانا عايش المشاكل مع هذا اخويا، والمشكل اللي كاين هو اننا انا والوالده ديالي الله خلدنا الوالد هاد الدويره اللي حنا ساكنين فيها، ما عندناش فين نسكنوا انا والوالده، ساكنين هنا. ايوا المشكل اللي كاين هو ان هاد اخويا باغي، قال لك اسيدي حقه في الدار، باغي يخرجنا انا والوالده. باغي يخرجنا انا والوالده من الدار، ودروك كيجي هو وولدو وكيتهجموا علينا هنا في الدار، كيسبونا، كيقلعوا العفه على الوالده، ما كيخلي لها ما كيبقي لها. ولو انا قادر باش انني نخرج يعني ندبز معاه، الوالده كتقبضني كتقول لي ودي الله يخليك ولدي، ها السخطه الرضا غير يح، خليه يسب، خليه يخطي، خليه يدير. كيوصل به الحال انه حتى الريسر والو هنايا، راه عندي الفيديوهات هنايا، راني مسجل الفيديوهات، ها هما. انا غدا ان شاء الله غادي نقدمهم للسلطات باش انهم يعرفوا شنو كاين. ودروك اخر مره كنت خدام، انا كنخدم حارس امن في قاعه الحفلات، وجاني واحد الخبر ديال واحد السيد صديق ديالي، عيط لي قال لي ودي السي مراد، قال لي ودي السي مراد، قال لي اخويا راني وصلني واحد الخبر، هو ان اخوك عرض على واحد السيد 5000 درهم وجبد التصويره ديالي من فيسبوك، وقال له ودي بلي ودي خصك غير تشهد في هذا الاخ ديالي، نعطيك 5000 درهم. قال له ها هي، قال له راني مريقل له مصاوب له كل شيء، مصاوب له. قال له غير انت غير شهد بلي ودي ها شنو كاين، هو واحد الانسان ما غاديش نجبد الاسم ديالو. انا داك الشيء اللي درت، انا مشيت غدا ليه، مشيت درت بريا للوكيل سعد وكيل الملك بلي ودي هذا الاخ ديالي هو واحد السيد راهم كيقلبوا لي على شي، باغيين يصيفطوني للحبس بلي كاين، اي يلفقوا لي اي تهمه اي حاجه. هذيك هي السيد وكيل الملك طبع لي في الشكايه ديالي، وقال لي ودي بعد واحد الدجور سير باش تدي الرقم للكوميساريه باش تكتب المحضر ديالك في الرونديسمون اللي تابع لها. هذيك هي جلست ديك اليومين، مشيت باش نجيب الرقم من الكوميساريه، كي دخلت قالوا لي ودي استنى راه عندك ريشيرش. قلت لهم ودي واه شوفوا شنو هاد الريشيرش اللي عندي. طلعوني الفوق لابي جي، كي دخلنا لابي جي قال لك ودي راه واحد السيد قال لك بلي انت تاجر مخدرات، شرا عليك غرام تاع الغبره اسيدي، ومن بعد كي شرا عليك غرام تاع الغبره ولا عاود كي نجا رهن عندي تليفون بورتابل. قال لي زدني واحد اخر، وزدت زعما انا واحد اخر. من بعد اسيدي كي شمو داك الغرام ولا ما نعرف اللي راه يحكي هو عليه، ولاو باش يدي التليفون ديالهم. انا يا سيدي خرجت ودابست معاهم وضربت هذا السيد، وداروا بيا سيرتيفيكا فيها 25 يوم تاع الكذوب، ما كاينش لا اساس لها من الصحه هذا الشيء. واصلا ذاك النهار اللي حكاو عليه باللي ودي انا ضربت هذا السيد وبعت لهم الغبره، كانت عندنا جنازه هنايا في الحومه، وها هي الورقه نتاع الشهود نتاع الحومه باللي جاو. واه ها هما الشهود هنا، كاين فايته 15 دار اللي شاهده معايا على السلوك ديالي وعلى المعامله ديالي مع الناس هنايا في الحومه، وعلى اي حاجه باللي ودي انا انسان بريء، ما لا هذا الشيء اللي لفقوه لي خويا وهذاك السيد لا اساس لهم الصحه. ودروك البارحه سعد الاخوه الكرام الله يرحم الوالدين ساندونا وبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا، الله يرحم الوالدين. انا الوالده ديالي مسكينه هي مريضه، عندها 5 نتاع الامراض، ها هما عندها تخثر الدم، عندها القلب، عندها ليكوات، عندها صمامه ما خداماش نتاع القلب، غير واحد خويا مسكين وواحد جوج خوتي صغار عليا هما اللي كانوا مكلفين بالوالده، كيبساكن كيتعاونوا معاها على الدواء ديالها والماكله ديالها وداك الشيء والتحاليل ديالها والمسائل ديالها، الله يخليهم لها. هذا خويا ما عرفناش الحل وشنو هو، انا كنطلب من السلطات وكنطلب من دابا احكي لي شنو البارحه عاوتاني شنو وقع البارحه خويا البارح انا راني جيت دخلنا صليت العشاء ديالي، ريحت مع الوالده حنا كنتشايخو، هذيك هي جات الوقيته تاع النعاس، انا كنعس مع الوالده في البيت ديالها كنعس حداها، حتى مع جوايه الوحده نتاع الليل سمعنا السبان الخطار المعيار الكلام الفاحش، كي رقبت شكون لقى خويا وولده وواحد السيد اخر معاه.
كيهرسوا كيضربونا بالحجاره كاع كاع السراج مدقدقوه منا البيبان راك شفتوهم تحت كاع كلشي بالسيف سيف فيه شي جوج مات كيهرس به ولدو ولدو كيما نقولوا انسان مجرم عنده سيمانه كيجلسها في الزنقه الا كثر شهر كيولي للحبس ودروك كيتهددني انه غادي يقتلني وغادي عاودك نسيت واحد الحاجه ما قلتها لكمش الله يخليكم هذه واحد الشهرين وها هما الجيران شاهدين وعندي الشاهد في الشكايه اللي درتها انا خارج من الجامع مع العشاء حتى انني كنت فاجئ بولد خويا ضربني بسيف للظهر ولكن انه ضربني بالمقلوب ضربني بسيف وهرب ومشيت السيد ديت الشاهد معايا وديت كلش مشيت كانت بيرمانونس ديزيام ولكن ما عرفتش انا ما عرفتش عييت نشكي عييت الشكوى والله ما عرفتش انا دوكا راني كنلتجئ لشي مسؤول ولا شي وكيل العام ولا يدخل لي في هذا الشيء حيت راه غادي توصل راه غادي ها الشكايات اخويا هذه هي الاصول الوالده دايره به 14 شكايات نتاع الاصول ها هما وهاد المره مشيت سكسيت قال لك اودي مشاو للحفظ انا ما عرفتش واش 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 كاين شي شكايات نتاع الاصول يمشيو للحفظ فيهم التعنف فيهم السب فيهم الشتم فيهم كلش قال لك ما عندهمش الادله ومشاو للحفظ دابا عندكم الادله ها الادله كاينين كاين بالصوت والصوره صوت وصوره ها هما ودروك انا هاي الوالده ديالي مسكينه مريضه باغي اني انا ما نجلسش مع امها مانيش عارف علاش هذا خويا باغي ما مسكينه مانيش عارف باغي يقتلها ولا مانيش عارف ولاباس عليها خويا واش غادي نقول لك ما عرفتش واش ما باقيه في الحياه تخلي ما مسكينه بعدا الله يطول في عمرها حتى توفاها المانيه ولا وشوفها تحقق اللي راك باغيه في الدار عنده دارو بخير عليه ميسر عليه الله غلو سولف خوتي اللي كيهضر على هذا الارث استاذ بابا ما خلى لنا حتى شي حاجه خلى لنا غير هذه الدار هذه راني ساكن فيها انا وما ما عندنا والو كلشي بديارهم ودروك ما مسكينه انا كنجلس معاها في السيمانه كنجلس معاها دو جور تروا جور في السي اش او والله اخويا الا ديما ها هما بشهاد الجيران كاملين سقسولهم يقولوا لك شنو كاين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اولدي هاد المشاكل هادي 11 عام ملي مات الوالد ديالهم وهما صايلين عليا ركبوا عليا جميع الامراض جميع الامراض ها هما الدوسيات ديالي هنايا وهاد الدواء اللي كنشربو ها هو معليش اختي هاد الدواء راني كنعاني كندير التحاليل من سيمانه لسيمانه وكندير التحاليل تاع القوات كل 15 مليون ب 45 الف باش نديرها ودرك ولدي انا هاد الولد كل يوم يهجم علينا كل يوم يهرس لي هو ولده كل يوم يضرب كل يوم يخطي وكيحطوا البطل على ولدي اللي راه مقابلني كينعس معايا في البيت يخافني لا نموت في الليل يا عباد الله راه عندي الصمامه مبلعه وعندي القواطر وعندي تخثر الدم عندي الطونسيون عندي الاعصاب كل شيء هاد الامراض راني نعاني منهم وراني حمد الله وشكرت ودرك انا هاد الولد صايل عليا هو ولدو الزوجه ديالو هي اللي كتحرشوا الاكثريه ودرك بغيت انا السلطات يدخلوا حسن ما تطيحش روح شي نهار وانا كنطلب من السي الحموشي الله ينصرو والله يحفظه يدخل لي في هاد في هاد القضية ونطلب من جلالة الملك الله ينصرو الله يحفظه الله يخليه لينا الله يشافيه يهدر مع السلطات يدخلها سيدي انا غادي نموت انا الولد راه كينعس معايا كل يوم العمر طلع وتهود انا ساكنة في السي اش او ما نخرجش من السي اش او ودرك هاد الولد كل يوم يتعدى عليا كل يوم يتعدى عليا هو ولدو ولدو دو سوابق ولدو دو سوابق ورانا انا غير هربانه ما كنقعدش في الدار في النهار الا خرج ولدي نمشي للبارك نقعد ما نقعدش في الدار حتى يدخل ولدي وندخل يهجموا عليا هرس لي الباب البارح هرس لي الباب
بالسيف، هرس لي الباب بالسيف، والحجر كيطيح عليا الياجور مع السراجم. ها هو راه كل شيء تصور. وهذه هي يا ولادي، انا ما قديتش لا اله الا الله محمد رسول الله. ما قديناش والله، ما قديناش اسيدي. هذه 11 عام تاع المعاناة. وكيقول لك عنده نفوذ. ها هما خمسه تاع الشكايات، ها هما خمسه تاع الشكايات اللي درتهم الوكيل الملك وتحفظوا بهم. قال لك بدون دليل. واش اللي كيشكي ضد الاصول يتحفظوا عليهم؟ ما عمرو الغاولي وما عمرو هو داروا له حتى شي حاجه، حتى شي حاجه. دابا انت شنو كطالبي خالتي؟ راني مطالبه ان السلطات يوقفوا معانا. كنطلبوا من الوكيل، بغيت الحق ديالي، بغيت الحق ديالي. كثروا علينا، حقرونا بزاف. انا حقرني هذا ولدي، هو ولدي. كنكونوا ناعسين حتى كنوض بفاجعه. كنوضوا نلقاو الزقه والسبه. ناعسين الجيران، الجيران كل شيء. وصل به الحال على انه هو ولده البارع عراو على امه، عراو عليها. هو هنايا مسجل عندي في الفيديو معري على الوالده. وصل به الحال هو وولدو عراو على الوالده ديالي، واللي جا معاهم كيقلل على العفه على امو، عرا عليها عباد الله، عرا على امو. ها هو هنايا مسجل عندي في الفيديو، غير يقولوا لي دخلنا عليكم بالله اخوتي. هاد الولد هذا ما عرفنا، ما انا بعدا ما نكذبش عليك، ما عييت نفكر، ما لقيتش حل. الله يرحم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. كنطلب من السلطات، كنطلب من وكيل الملك، كنطلب من جلالة الملك محمد السادس الله يشافيك يدخلنا في هاد الصوالح، في هاد المشكل. حيت راه شوف غادي توصل لواحد الحوايج اللي انا عييت صابر، انا عييت صابر وكنصبر في وجه ما هما راه محسب لهم. انا راني كنخاف، انا راني ما نخافش، انا في وجه الوالدة ديالي كنخاف عليها يصرى فيها شي حاجة. كنبلع بالساروت ونقعد، وما كتخلينيش كنخرج عندهم. انا راني شوف راني كنت التجأت للسلطات، والتجأت للمحكمة الابتدائية، والتجأت للكوميسير اللي عندنا في مدينة وجدة يدخلنا في هذا المشكل. الله يرحم الوالدين، راه من 2010 وحنا عايشين هذا المشكل. الله يرحم الوالدين، راني ما قديتش، راني غادي ما شي خطره كيتفاقم بيا، كنفكر في شي حوايج ماشي مزيانين. ولكن راه في وجه الوالدة ديالي كنقولها ودي، راه الدم هذا عمره ما غادي يولي ما كنقول الله ينعل الشيطان الحرامي. ولكن هاد الشيء راه بزاف بزاف، والله الا بزاف عباد الله. الله يرحم لكم الوالدين الخوت، راكم تعرفوا بالرحم مراد. انسان عادي، ولد باب الله، درويش، كنخدم سيكوريتي في قاعه الافراح. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي، وقفوا معنا وبارطاجيو معنا هاد اللايف. الله يرحم الوالدين، الله يعطيكم الخير. سعدي بخوتي، صافي جدا. نقول لهم مشيت البارح. سير ماشي مشكل. شوف سيدي، راه البارح ملي جا كنا ناعسين حتى بقى الحجر يطيح علينا، والسيف كيهرس به الباب، والخطا والمعيار والكلام طايح. ومشيت حتى الكاتريام لي كانوا الدوزيام خدامين تم، وما عطاوني حتى شي قيمه. وليت من تما، والصباح وليت عندهم الدوزيام، قالوا لي سيري الكاتريام. مشيت للكاتريام قالوا لك ماشي حنا المسؤولين عليك، ما كناش بيرمانونس، حنا واللي عندهم هما خص ضروري يخرجوا معاك. ايوا راني مشيت عندهم ومازال ما خرج حد، مازال ما جا حد. ودرك هما كنشكيو ما كيديروا لهم والو، كيما درنا معاهم ما كاين والو سيدي. وانا راني نطالب مسي الحموشي وزير الداخلية والوكال تاع الملك ينظروا في هذا الشيء ويشوفوا حالتي. انا راني مريضة وغادي نموت واقفة، انا كنموت واقفة يا احبابي يا خوتي، كنموت واقفة. ودرك الباب ديالي راه مهرس، والياجر راه مكركر، السراج مهرسين. وبغيت السلطات تدخل ويجي ويشوفوا هاد المنظر، هاد الكارثه. هادي راه كارثه، هادي 11 عام وانايا في هاد الشيء. شكيت ما جات حتى شي حاجه، ما بانت لي. كيقول لي انا عندي نفوذ، كنخسر عليك الفلوس. انا ما عرفتش وين راه يخسر هاد الفلوس.
ما عرفتش، انا ما كنمشي عنده، ما نستنى يعطيني ما والو. قلت له ولدي خليني غير في الثقه، راني لاهيا مع المرض ديالي. وضربني شحال من مره، مشيت عنده عند القزاره سبتو تما وهدرت معاه، قلت له ولدي علاش راك دير لي هكا، راه ما بيننا وبينك والو. قال لي علاش ما تجيش لدار ولادي، قلت له ما نجيش، مرتك ما كتحترمنيش، كتقعدني في الباب وانا مريضه، ودرك راني عطياكم التيقار وخليوني عليكم ترانكيل. هذا ما كان، ماني نقول لك اعطيني، ماني نقول لك جيب لي، ماني نقول لك، انا بغيت المخزن يعطيني حقي، انا بغيت المخزن يعطيني حقي.